دي مسألة مهمة يا دكتور، تخلينا نروح لفكرة حرص قيادات الأهلي التاريخيين على إعداد الكوادر الشابة اللي بينتقوها من خلال لجان العمل في النادي حتى. يعني أنت حضرتك بتتكلم على اللجنة الطبية بحكم التخصص، لكن بدأوا كما لو كان الكابتن صالح شايف حاجة الحمد لله، فبيدي فرصة لهذا الشاب من خلال تخصصه أو علمه. ده صحيح. بالاستمرار بقى الكابتن حسن برضو حريص على ان يقدم كوادر، الكابتن خطيب حريص على ان يقدم الكوادر اللي منهم دلوقتي ناس ما شاء الله مؤهلين ان هم يديروا النادي في اي وقت. الحمد لله. خليني اقول لحضرتك ان الكابتن حسن في رئاسه الكابتن حسن اداني كل السبورت زي ما بقول لحضرتك. كابتن محمود كان نائب رئيس مجلس الاداره. كابتن محمود اول ما دخلت المجلس هو شايف ان انا جديد، او انا واكثر من واحد جداد، كان مرتجي معانا بادئ 2004 برضو. كابتن محمود خدني لوحدي وشرح لي بهدوء شديد في محادثة وإحنا بنتمشى في جنينة النادي يعني إيه مجلس إدارة ويعني إيه مواضيع مجلس الإدارة ما تخرجش مش من أوضة مجلس الإدارة، من على الترابيزة، ويعني إيه نتناول الأمور إزاي، ويعني إيه نشارك بالمناقشة وقت إيه، بهدوء وبلطف شديد جدا. وده بلوره الكابتن حسن برئاسته للمجلس برضو بنفس الطريقه. فبقول لحضرتك كانت يعني فتره من اجمل ما قضيت في حياتي 2004 2009. فكرت بقى يعني خلاص انت حضرتك بعد مجلس الكابتن حسن انت تفرغت للعمل الطبي في النادي، خدمه النادي من خلال اللجنه الطبيه، الى ان جاء العمل مع الترشيح في المجلس الحالي. امتى الكابتن الخطيب قال لك على الاختيار؟ خليني اقول لحضرتك حاجه قبل دي لو تسمح لي. انا عمري ما كلمت كابتن محمود في دخولي مجلس الاداره. 2017 كابتن محمود كان مختارني من المجموعه اللي هيختار منها القايمه. وبرده وقتها عمري ما طلبت من كابتن محمود ولا كلمته، في لان يعني ما ينفعش اجي اقول لحضرتك انا عايز، ما يمكن حضرتك ليك رؤيه اخرى او شايف المرحله دي يناسبها افراد اخرين. خلص الموضوع، راس القائمه يختار قائمته اللي هيرتاح معاه. انا بقى مش موجود فيها، ليا مكان تاني، ماليش مكان تاني واقعد مشجع للنادي الاهلي. ده دي قصه. 2017 بقول لحضرتك، وكان في ظروف خاصه جدا انا وكابتن محمود ما كناش نقدر نعمل فيها حاجه، وكان بعد لحظه من عدم الاختيار كنت بأساند القائمه وبشتغل للقائمه وكل حاجه، لاني مقتنع بفكره هذه القائمه اللي احنا هي دي مجموعتنا اللي ابتديناها من واحنا صغيرين جدا قناعه والتزام. المره دي وحضرتك تقدر تسال الكابتن محمود، لم افاتحه ولم اطلب منه خالص. وفي اخر الوقت قبل قفل باب الترشيح كابتن محمود قال لي جهز ورقك لانك معانا ان شاء الله. انتهى الموضوع. تكليف التزام، تكليف من الكابتن محمود ليا، التزام كامل من لحظتها الى الان، والحمد لله. طبعا ده فضل من الله ان الواحد يختار للترشح اولا لعضويه مجلس الاداره.